حضرتك تتوقع الاهلي والزمالك يعملوا ايه في افريقيا في كاس العوده؟ انا بتوقع الاهلي ماتش صعب بس ممكن يبقى ضربات جزاء. يعني ممكن يبقى ضربات جزاء. والزمالك؟ الزمالك مش فارق صعب يعني، شايف ممكن يكسب كام او ممكن يتعادل؟ والله لو جاب جون في الاول ضغط، فجاب جون في الاول سواء الاهلي او الزمالك، يعني لو احرز جون في اول ربع ساعه او ثلث ساعه تبقى في فرصه كويسه. الموضوع اتاخر عن كده هتبقى صعب. يعني انت عارف شمال افريقيا بيكون دايما كل ما هو بيطول في الملعب شويه فرصه فوزهم في الملعب بيبتدي موجود في اللعب، وحافظين لعبنا، حافظين طريقه لعبنا اصلا. فالمفتاح الفوز هدف في اول ربع ساعه او سواء للاهلي او للزمالك. مشيت الله تعالى رغم ان انا زملكاوي يعني، بس هيتغلب 1-0. تمام. والاهلي هيكسب 1-0 ويلعب ضربات جزاء. يعني الاهلي هيلعب ضربات جزاء. هيلعب ضربات جزاء. وسموحه؟ سموحه هيكسب. يعني بنتمنى للكل المكسب، هم يتأهلوا. وانا شايف فرصة الاهلي كويسة وفرصة الزمالك لحد ما متوسطة. يعني شايف ممكن لو هيبقى في نتائج يبقى كام كام؟ بالنسبة للاهلي متوقع 2-0، والزمالك اتمنى يا رب ان هم يقدروا يتعدوا حتى هناك. لما يتعدوا هيلعبوا ضربة جزاء. لو يتعدوا، لو يتعدوا اي تعادل متهيألي ايجابي في صالح الزمالك. شكرا. لا هو الزمالك هيعدي الاهلي ربنا يستر. يعني ممكن كام كام؟ يعني بالعافيه 2-0. ده الاهلي؟ اه. والزمالك؟ لا انا الزمالك مش متابعه يعني، ما اعرفش عامل ايه اصلا الماتش الاول. يلا الزمالك يكسب الاهلي يخسر. الزمالك يكسب الاهلي يخسر. ده كام وده كام؟ الزمالك يكسب 2-0. والاهلي؟ الاهلي هيكسب 1-0. هيكسب 1-0؟ شكرا.